أيها الحفل الكريم، مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تستمر هذه المسيرة وتستمر هذه الانطلاقات هنا في هذا الميدان، في ميدان لهباب أحد أفرع ميادين نادي دبي. نتحرك بشوط آخر وخصص لفئة الجعدان كما هي المسافة 1500 متر والشعارات الباهية الزاية التي تتنافس على نيل الناموس في هذا المضمار. نرحب بالمركز الأول أدهم سعيد بن عتيج بالقوم الاجتماعي من يقدم لنا أدهم بالمركز الأول، يلي على المركز الثاني شاهين خليفة بن سلطان بن رشيد حاضر أيضا ثانيا، أما المركز الثالث أقول دابار ومحمد بن سلطان الخصوني الاجتماعي، والمركز الرابع النجمي حمد بن مطر بن حمد الخصوني، وأما المركز الخامس فهناك اللي هو البتال حران بن راشد بن سيف الغفلي. هذه النتيجة، هذه النتيجة يا أبو شيء ينكم شيء، واحد ياي واحد ياي يشق يعني الميادين ويتسلى ليلة المقدمة اللي هو الغزال سالم بن محمد بن هندي المهيري، ولكن المقدمة المقدمة أدهم أدهم روحي أدهم من الجانب الآخر. الله المطيوعي هاجم، المطيوعي يتقدم، المطيوعي حاضر أيضا مع اللي هو هقول عنه اللي هو مخرب محمد بن مبارك المحمد. المطيوعي خرب الترشيحات، خرب التوقيتات، خرب علينا المراكز والقدوم نسناس محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي بالمركز الثالث، ولكن المطيوعي المطيوعي مع مخرب 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 روح مخرب راح الناموس روح الناموس مع المطيوعي مع مخرب مخرب محمد بن مبارك بن محمد المطيوعي هو الناموس هو الناموس هو الناموس. سلام سلام يا المطيوعي سلام. المركز الثاني أدهم سعيد بن عتيج بالقوم، المركز الثالث نسناس محمد بن عبد الله بن حميدان. هذه النتيجة دقيقتين وثمان ثواني، دقيقتين وثمان ثواني، هذا هو توقيت مخرب اللي خرب التوقيت علينا، توقيت الشوط الأول، واستطاع أن يعني يكسر التوقيت بثانيتين عن الشوط الأول عن الشوط الأول. هكذا النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، راقبنا وشاهدنا أيضا شوط يعني فيها إثارة، فيها أيضا قوة، وفيها أيضا سلالات وشعارات اجتمعت في هذا الشوط وفي هذا الميدان لتتنافس منافسة شريفة على الناموس وعلى المركز الأول.